السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل اختبار 3 جبر لطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي حتى الدرس الثالث من الوحدة الأولى جبر اللي هو درس المتتابعة الحسابية. بفضل الله حلينا 80 اخطر بالكامل على المتتابعة الحسابية، حاجة و70 سؤال حل جديد، طبعا حلينا المقالي وجددنا الحلول بتاعتنا، حل جديد خاص بالسنة دي 45 سؤال تقريبا بفضل الله. حل دلوقتي الاختبار ومش هتحتاج بعد يعني ايه كل الاسئله اللي احنا حليناها دي، مش هتحتاج حاجه بعدها باذن الله. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. اختبار ده مش مهندس طبعا موجود في كراسه المعاصر النسخه الجديده الجزء الخاص بالامتحانات صفحه 9. خلاص انا بنبه ان انا بحل من النسخه الجديده، لان انا ما حليتش اصلا الاختبارات على القناه خالص قبل كده، فدي اول سنه بنحل فيها الاختبارات. طيب بسم الله. السؤال الاول بيقول لي انا عايز منك قيمه الحد الاوسط في المتتابعه دي. قلت لو انا معايا الحد الاول ومعايا الحد الاخير فقيمه الحد الاوسط بتبقى سهله جدا جدا. اللي انا بعمله بجمع الالف زائد اللام وبقسم على الاثنين. بجمع الحد الاول اللي هو 2 زائد الحد الاخير اللي هو 128 وبقسم على الاثنين. 2 و128 يبقى 130، بقسمها على 2 يبقى الكلام ده ب 65، يبقى هنا الحد الاوسط ب 65 ويبقى بالنسبه لي الاختيار ج هو الصح. السؤال اللي بعد كده باشمهندس بيقول انا عايز منك قيمه المتسلسله سمشن من ر بتساوي 1 لحد ال 15 ر تربيع زائد ر زائد 1. اول طريقه اللي انا علمتها لك ممكن عن طريق الاله الحاسبه شيفت وزرار اللوج، بكتب الداله الفا اكس تربيع زائد الفا اكس زائد 1. عندك البداية 1 وعندك النهاية 15، هضغط يساوي يطلع 1375 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ألف. دي طريقة الآلة الحاسبة. الطريقة التانية بقى بالقوانين هقسمها، يبقى دي سمشن من ر بتساوي 1 لحد ال 15 ر تربيع زائد سمشن من ر بتساوي 1 لحد ال 15 للر زائد سمشن من ر بتساوي 1 لحد ال 15 للواحد. ده ر تربيع اللي قانونها العدد اللي فوق 15 في اللي بعده 16 في مجموعهم اللي هو 31، فاكر قانونها؟ نون في نون زائد 1 في مجموعهم اللي هو 2 نون زائد 1، الكلام ده على 6 يبقى تقسم هنا على 6. طيب زائد قانون الريه العدد اللي فوق 15 في اللي بعده اللي هو 16 واقسم على الاثنين، فاكر قانونها؟ كانت نون في نون زائد 1 على الاثنين. زائد طبعا دي متتابعه ثابته، بضرب اللي جوه في هنا يبقى 1 في 15 ب 15 وابتدي احسب الحسبه دي يا باشمهندس ويبقى المساله خلصت. ادي 15 في 16 في 31 على 6 زائد 15 في 16 على ال 2 زائد ال 15، المفروض ده ب 1375 وكده كلامك مظبوط، يبقى طريقه الاله ماشيه مع الحل بتاعك. سؤال 3 بيقول لي اذا كانت س وسالب 3 و4 س ناقص 3 متتابعه حسابيه فان قيمه الس. بحب انا فكره دايما الوسط الحسابي، دي الوسط الحسابي للعددين دول بضربها في 2 تبقى سالب 6، هتساوي مجموع الأطراف، مجموع الأطراف اللي هو س زائد 4 س ناقص الواحد، يبقى السالب 6 بتساوي 5 س ناقص الواحد، هنودي دي، يبقى 5 س بتساوي سالب 6 زائد 1 سالب 5، هنا على 5 وهنا على 5، يبقى إذا قيمة الس بسالب 1، يبقى قيمة الس بسالب 1 اللي هو الاختيار ج. واحد تاني هيمشي بطريقة فكرة الدال، ده ناقص ده، يعني سالب 3 ناقص الس بيساوي ده ناقص ده، اي حد ناقص اللي قبله، يعني 4 س ناقص الواحد ناقص ناقص يبقى زائد 3، يبقى دي سالب 3 ناقص س بتساوي 4 س سالب 1 زائد 3 بموجب 2. هنبدا نجيب دي هنا تبقى 5 س ونودي دي هناك يبقى سالب 3 وسالب 2 سالب 5، تقسم برضو يبقى س بسالب 1. الفكرتين صح، بس انا بحب فكره الوسط وبشوفها اسهل بكتير جدا جدا. السؤال رقم 4 بيقول لي انا عايز منك عدد حدود المتتابعه. عدد حدود المتتابعه بتيجي عن طريق الحد الاخير. طب انا عارف ان الحاء نون في المتتابعه الحسابيه عباره عن الف زائد نون ناقص الواحد مضروب في الدال. طيب الالف هنا اللي هو 7، طب الدال اي حد ناقص اللي قبله، يعني 11 ناقص 7 اللي هي 4، طيب يبقى ال 271 بتساوي الالف اللي هو 7 زائد الدال اللي هي 4 مضروبه في نون ناقص 1، هنودي دي هنا كده، يبقى بالنسبة لي 264 بتساوي 4 في نون ناقص 1. هنقسم هنا على 4 وهنا على 4، ده هتروح، يبقى إذا نون ناقص 1 بيساوي 6 عشان على 4 فعلى 4 ويفضل 2، يبقى 4 عشان على 4 فعلى 8، تمام كده؟ ولا إحنا قسمنا غلط؟ 26 على 4 فيها الـ 6.
تمام؟ ويفضل 2، يبقى 24 على الأربعة فيها برضو الستة على فكرة. تمام كده؟ هنودي ده هنا، يبقى إذا النون 66 وواحد يبقى 67، يبقى عدد الحدود 67، ويبقى بالنسبة لي الاختيار ج هو الاختيار الصح. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد كده رقم 5 يا باشمهندس، بيقول لي إذا كان الورقة مش عايزة تيجي، بيقول لي إذا كان أ و ب و ج في تتابع حسابي، أي مما تصحيح فكرة الوسط يا باشمهندس. تتابع حسابي يبقى 2 من اللي في النص، يعني 2 من ب بتساوي مجموع الأطراف اللي هو أ زائد الج، يبقى أ زائد ج بيساوي 2 ب، أو 2 ب بيساوي أ زائد ج. طبعا دي واضحة يا باشمهندس، اللي هي هتبقى بالنسبة لي الاختيار إيه؟ الاختيار ده. طب لو انا فكرت عملت فكره الدال، ده ناقص ده يعني ب ناقص الالف هيساوي ده ناقص ده يعني ج ناقص الب. نفس الفكره، لو انت جبت ده هنا هيبقى ب وب 2 ب، ولو طلعت ده هنا هتبقى الف زائد ج. ما هي فكره الوسط الحسابي جت من هنا يا باشمهندس. خلاص، كلام جميل جدا وزي الفل. 6 بيقول لي عند ادخال نون وسطا حسابيا بين الالف والب يكون اساسا متتابع. طب احنا عارفين القانون المهم جدا، ان الدال بتساوي لام ناقص الالف على نون شرطة زائد الواحد. يبقى الأساس اللي هو ده بيساوي الحد الأخير، هو ما بين الألف والباء، يعني المتتابعة هنا ألف، طبعا ده ألف زائد الدال وهكذا، وهنا هيبقى بالنسبة لي ب ناقص الدال وبعدين ب. فهنا الحد الأخير اللي هو ب ناقص الألف اللي هو الحد الأول اللي هو هنا ألف. قلنا نون شرطة ده عدد الأوساط، هو بيقول لي أنا هدخل نون وسط، يعني النون شرطة معور عنها بنون، يبقى دي نون زائد الواحد، يبقى ب ناقص أ على نون زائد واحد. يعني بالنسبة لي الاختيار ج هو الاختيار إيه؟ الصح. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. 7 بيقول لي إذا كان سمشن من كاف بتساوي واحد لحد النون للكاف، خلي بالك دي تعتبر دالة الكاف زي الره، ما لو كانت دي ره فبكتب تحت ره بتساوي واحد، طب هيخلي دي كاف ودي كاف بتساوي واحد، خلاص يبقى ده قانون الكاف اللي هو العدد اللي فوق اللي هو نون في اللي بعده نون زائد الواحد، الكلام ده على الاتنين، كل ده بيساوي الناتج اللي هو السين. كلام جميل جدا. طب دي نفس الفكرة، دي كاف بتساوي واحد ودي كاف تربيع، كأنها ر تربيع يعني، فدالة الر تربيع بتبقى العدد اللي فوق اللي هو نون في اللي بعده نون زائد واحد في مجموعهم اللي هو 2 نون زائد الواحد، الكلام ده كله على الستة طبعا بيساوي الناتج اللي هو 7 س. عظيم جدا، هو عايز منه قيمة النون، يعني عايز أحل المعادلتين دول مع بعض. طب إيه رأيك نضرب المعادلة دي في 7؟ يبقى 7 س بيساوي 7 نون في نون زائد الواحد على الاتنين. ليه؟ عشان تبقى دي 7 س ودي 7 س اساوي الطرفين دول ببعض، يبقى 7 نون في نون زائد الواحد على الاثنين بتساوي نون في نون زائد الواحد في 2 نون زائد الواحد على 6. فشيل النون زائد واحد مع النون زائد واحد والنون مع النون وعلى الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الثلاثة كمان، اضرب مقص، يبقى 2 نون زائد واحد في واحد ب 2 نون زائد الواحد هيساوي 3 في 7 ب 21، هنجيب دي، يبقى 2 نون بتساوي 21 ناقص 1 ب 20، اقسم على الاثنين يبقى النون ب 10. يبقى اذا قيمه النون ب 10، يبقى بالنسبه لي الاختيار ب هو اختيارنا الصح. السؤال 8 بيقول لي اذا كانت ا على ب وب على ج وج على ب في تتابع حسابي، فان ج في ج زائد ا. نفس الفكره، فكره الوسط 2 من اللي في النص، يبقى 2 ب على ج سواء مجموع الاطراف اللي هي ا على ب زائد ج على ب. أوحد المقام ب وأجمع البسط يبقى أ زائد الجيم. هضرب مقص ما بين الاتنين دول، لما أضرب الجيم في اللي قصادها تديني جيم في أ زائد جيم، هيساوي 2 ب في اللي قصادها، يبقى 2 ب في ب ب 2 ب تربيع. طب ما جيم في أ زائد جيم اللي هو الجزء ده، يبقى الكلام ده بيساوي 2 ب تربيع، ويبقى بالنسبة لي الاختيار جيم هو الصح. السؤال 9 بيقول أنا عايز منك قيمة المتسلسلة 4 زائد 9 زائد 14 لحد 5 نون ناقص 1 باستخدام رمز التجميع، انت ممكن تعوض يا باشمهندس. خلاص، طبعا هنا هو بدايته ر بتساوي 4، فاول واحده دي هتبقى 5 في 4 ب 20، 20 ناقص الواحد ب 19، فالحد الاول عندك هنا مش 19، يبقى اكيد دي غلط. هنا هيعوض عن ر بواحد، يبقى دي 5 في 1 ب 5 زائد الواحد ب 6، فانت اول حد عندك مش 6 فدي غلط. طب هنا هيعوض عن ر بواحد، يبقى دي 5 في ر، يبقى 5 في 1 ب 5 ناقص 1 ب 4. طيب دي تمام، عوض ب 2 كده، 5 في 2 ب 10 ناقص 1 9، تمام، 5 في 3 ب 15 ناقص 1 14، فدي تمام. لما تيجي نعوض بأكبر حاجة اللي هي نون، 5 في نون هتبقى 5 نون ناقص الواحد، فعلا الحد الأخير 5 نون ناقص 1، يبقى فعلا الاختيار ج هو الصح.
السؤال 10 يا باشمهندس بيقول لي عند إدخال 7 أوساط حسابية ما بين العددين دول فإن قيمة الوسط الرابع بيساوي إيه؟ طيب ده سؤال جميل جدا. أنت عارف قانون الدال؟ أيوه، الدال اللي هي بتساوي لام ناقص الألف على نون شرطة زائد الواحد. الحد الأخير 16 ناقص ناقص 24 على عدد الأوساط اللي هي 7 زائد الواحد. دي 16 و24 40 على 8 يبقى الكلام ده بخمسة، يبقى إذا الدال بخمسة. وأنا معايا الألف في المسألة بسالب 24 وجبت الدال بخمسة. الوسط الرابع اللي هو ألف زائد 4 دال، خلي بالك ده وسط مش حد، الحد الرابع ألف زائد 3 دال، إنما ده الوسط. يبقى الألف سالب 24، 4 دال يعني 4 في 5 ب 20، يبقى سالب 24 زائد 20 بسالب 4، يبقى قيمته بسالب 4، ويبقى بالنسبة لي الاختيار دال هو الاختيار الصح. السؤال اللي بعده باشمهندس رقم 11 بيقول لي أول حد سالب في المتتابعة دي. أول حد سالب والمتتابعة دي موجب، يبقى أنا هحط الحد العام اللي هو ح ن أقل من الصفر. طبعا الألف هنا ب 35، الدال أي حد ناقص اللي قبله اللي هو 33 ناقص 35 مثلا يبقى سالب 2. طب ما هو الحد العام اللي هو أ زائد ن ناقص الواحد مضروب في الدال أقل من الصفر، فالألف 35 زائد ن ناقص الواحد مضروبة في الدال اللي هي سالب 2 أقل من الصفر. هنودي دي، يبقى سالب 2 في ن ناقص الواحد أقل من سالب 35، هنا على السالب 2 هنا على السالب 2 شيل دي، يبقى ن ناقص واحد أكبر من، لأن قسمت على سالب، ده هتروح مع دي فتبقى 17.5، هنجيب دي، يبقى ن أكبر من 18.5، أول عدد صحيح بعد 18.5 اللي هو 19، يبقى أول حد سالب هو الحد 19، بيبقى بالنسبة لي الاختيار ب هو الاختيار إيه الصح معانا. يا باشمهندس وتعالى يلا نشوف السؤال رقم 12 والاخير. السؤال الاخير بيقول لي متتابعه حسابيه فيها الحد النون بميم تربيع الحد الميم بنون تربيع الاساس. قلنا الاساس يا باشمهندس بيساوي فرق القيم اللي هو ح نون ناقص ح ميم على فرق الرتب، الحد ده رتبته نون ناقص الحد ده رتبته ميم. طب ما هو الحد النوني بميم تربيع والحد الميم بنون تربيع، الكلام ده على نون ناقص الميم، هنحلل البسط يبقى ميم ناقص النون في ميم زائد النون، الكلام ده طبعا على نون ناقص الميم. بكل بساطة هسيب البسط اللي هو ميم ناقص النون في ميم زائد النون، واخد سالب عامل مشترك من المقام فيفضل لي ميم ناقص نون، فبالتالي دي هتروح معايا، فيفضل لي ميم على سالب بسالب ميم ونون على سالب بسالب نون، يبقى هي سالب ميم سالب نون اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار دي. بس كده. ده كده يا باشمهندس نهاية الاختبار الثالث ونهاية درس المتتابعة الحسابية بفضل الله. كده انتهينا من الدرس الثالث جبر، خلصنا ثلاث دروس بفضل الله في فرع الجبر يعني نص الوحدة الأولى. إن شاء الله الحصة اللي جاية يعني بنسبة كبيرة هتبقى ديناميكا إن شاء الله، الدرس الثاني الحركة منتظمة التغير في خط مستقيم، بعدها ناخد قواعد الاشتقاق وغالبا بعدها ناخد الدرس الثاني حساب مثلثات إن أراد ربنا. كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى إنها تكون تفيدك. أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة، يا ريت لو استفدت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياض، وشكرا جدا.